أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إنسان طاف طواف الإفاضة في السطح وكان يسير قليلا في المسعى ثم يعود للمطاف لشدة الزحام، فما الحكم فيه الآن؟ هل طوافه صحيح أم يعيد الطواف وهو قد عاد للرياض وحصل منه جماع لزوجته؟ وهل يعذر بجهله والحالة هذا؟ هذا ما صح طوافه، لأنه طاف بعض الطواف في المسعى، والمسعى ليس محلا للطواف، طواف في المسجد داخل المسجد، والمسعى خارج المسجد، وهو مشعر مستقل تدخله الحائض، تجلس فيه الحائض، تسعى فيه الحائض، فهو ليس له أحكام المسجد. فعلى كل حال هذا طوافه غير صحيح، وعليه أنه يرجع ويطوف للإفاضة ويذبح فدية عن الجماع الذي حصل، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك.